ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو هيبقى تكملة لشغل العيد. فاحنا المرة اللي فاتت عملنا المج وكان عليه خروف وخروفين، وكان في فيديو قديم خالص كده لطريقة الخروف. النهارده هنعمل بقى طريقة تانية للخروف برضو، وهنعمل ميدالية ممكن نكتب عليها الاسم او ممكن نكتب بقى عليها اي حاجة تاني، ممكن ما تكتبيش عليها بس برضو هتبقى فيها خروف. يلا بينا. انا كده بعمل في الخروف الاولاني، ده هيبقى الخروف المجسم. ده كده الوش بتاعه زي ما انتم شايفين، عملت شكل بيضاوي. هبدأ دلوقتي ان انا هعمل لي العين بتاعته. وبعد كده هعمل البق هيبقى تحديد، مش هيبقى فيه حاجة تاني، يعني هيبقى تحديد بس زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا، زي حرف الواي كده. يعني عملنا خطين من فوق ونزلت بخط من تحت. هعمل بقى دلوقتي القرنين بتوعه برضو اهو زي ما انتم شايفين كده، حاجة كده زي دمعة العين كده، او يعني بيضاوي شوية من فوق ومن تحت كده، بس يعني بتطلعي على يعني على ارفع شوية. والواحدة كمان هلزقهم. وبعد ما بلزقهم بحط له في النص زي شوية شعر كده، اللي هي الفروة بتاعته كده في النص ما بين الودنين بتوعه، علشان تداري الأطراف بتاعة الودن ومنها كمان تمسك معايا الودن بتاعته. هاخد بقى القطعة دي كده وأثبتها، وهبدأ ان انا اعمل لها زي تنقيط كده، اللي هو يعني هعمله يبقى زي الشعر كده شوية. اهو انت شايفين انا بعمل ايه، انا يعني انا هاجي من الاطراف كده يعني وهثبتها شوية كده علشان ما تبقاش باينة او مرفوعة او اي حاجة من الحاجات دي. خلص بقى التنقيط كده، كده خلاص تمام. هحط بقى العيون بتاعته، هنعملها بالابيض وبعد كده هنحط فيها النقطة اسود كده. نظبطها بقى كده، نخلي الاتنين زي بعض. حط بقى كمان النقطتين الاسود. ادي واحدة وادي التانية. انا كده خلاص الوش بتاعي خلص. هنعمل بقى الجسم بتاعه. انا هحتاج واحد يعني مسمار واحد من دول اللي هو بيبقى متني ده، وهتنيه من ناحيتين. هوريكو هتنيه ازاي، هجيب مسمار كده مش متني وهوريكو انا هتنيه ازاي. هو ده بيبقى متني طرف واحد، انا تنيت الطرف التاني بالزرادية بتاعتي دي. وهجيب بقى الجسم، انا ما عنديش فويل فانا هعمل الجسم من غير الفويل، وانا كده كده هعمل خروف صغير.
وهو حجمه صغير، فانا مش هحتاج ان انا احط له فويل اصلا. يعني هجيب بقى قطعة كده وهثبتها في راس الخروف بالمسمار، هدخل المسمار في الجسم كده كده هدخلها، يعني هخلي بس حتة صغيرة، يعني طرف صغير كده بس هو اللي باين، هدخله في الراس. وطبعا الراس انا حاطه فيها الغيرة علشان تثبت معايا اكتر. يعني خلاص كده انا عملت الشكل الاولاني وخليته ينشف، ده كنت عاملاه قبل كده ونشف شوية، فانا هكمل شغل عليه. انا قبل ما احط الرجول حطيت 4 مسامير كده زي ما انتم شايفين، هو مسمار واحد وانا قطعته على 4 اجزاء صغيرة خالص، وحطيته في الاماكن اللي انا هحط فيها الرجل، وهبدأ ان انا ادخل فيها الرجل بحيث ان هي تثبت معايا اكتر برضو. كده انا كده دخلت اهو الرجول بتاعته، سهل جدا يا جماعة وبسيط، مفهوش اي شغل خالص. تقدري بقى تعملي بقى في اللي انت عايزاه، يعني الفروة دي بقى اخترعي فيها زي ما انتوا عايزين، عايزة تعمليها كلها ابيض ماشي، عايزة تخليه خروف كده مموه كده اللي هو بيبقى بني في بيج ماشي، براحتك خالص، يعني اعملي بقى اللي انت عايزاه. عايزة تعمليها زي ما انا هعمل دلوقتي ماشي، عايزة تعمليه منتش زي ما عملت كده في الشعر فوق، اعملي اللي انت عايزاه. فاكرين الخروف اللي كان على المج اللي انا عملت فيه الدوائر دي؟ انا هعمل الخروف ده نفس النظام كده زي ما انتم شايفين كده. انا طلعت البتاع من الحبل من المكبس، وبدأت ان انا اتنيه او اعمله كده بشكل حلزوني، وهبدأ دلوقتي ان انا احطه على جسم الخروف. هبدأ اثبته كده كويس، احط غيره والزق فوقيها على طول. تفضلي بقى ترصي كده جنب بعض كده وتثبتيه كده لحد ما تخلصي المجسم بتاعك كله او الجسم بتاعه اللي انت عاملاه. انا كده خلاص خلصت الخروف بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، وصغير كده ومنقنق كده وشكله جميل. هعمل له بقى اللي هي الحته اللي بتبقى ورا دي، خلاص كده انا كده خلصته. فاضل بقى كده ايه، حاجة بسيطة، يعني انا خلاص خلصت الخروف بتاعي. هعمله بقى ايه، فيونكة كده صغيرة خالص كده فوق الحتة اللي فوق دي، وهخليه خروف خروف بنت خروفة. انا كده خلاص خلصت الخروف المجسم. ندخل بقى على الميدالية التانية، دي قطعة كده باللون الفوشيا وقطعتها بالقطاعة بتاعتي. بصوا هي الميدالية دي بصراحة يعني دي مش فكرتي اول عن اخر، يعني انا شفتها فعجبتني فحبيت ان انا ايه اعمل زيها، بس مع يعني مع اختلاف بسيط كده انا ناوي اعمله فيها. هبدأ
هبدأ ان انا ارص اللون الاخضر بتاعي ده على اساس ان هو مثلا هيبقى العشب كده او النجيلة تحت رجل الخروف. خلاص ده كده عوجي بقى فيه كده زي ما انت عايزة، عايزة يبقى ثابت كده ما فيش مشكلة خالص. إيه هعمل بقى دلوقتي الخروف، الجسم بتاعه حتة صغيرة ما تاخديش كتير، هفردها بقى مستطيل. ايه انا كده خلاص عملت اول جزء في الجسم، فردت مستطيل كده من فوق وحطيت فيه، عملت له دايرتين كده من تحت دي الرجل، وقصيت كده من الجناب علشان اساوي كله مع بعضه، وهقص كمان من فوق كده هقطع الحتة اللي فوق دي. اهو انا كده خلاص سويتهم كلهم زي بعض. طبعا يعني الحاجات اللي بتتبقى مننا دي ما بنرميهاش، بنخليها اكيد بنحتاجها، وهنبتش بقى فيها كده بالإبرة بتاعتي، هخليها تبان كأنها فروة خروف بالظبط. يعني هنبتش بقى القطعة كلها كده، يعني القطعة اللي انا عملتها دي كلها انا هنبتشها كده بالإبرة. وأنا بنتش هثبت بقى الحروف دي في بعضها كده. انا طبعا ماسكاها بطرف صباعي عشان زي ما انتم شايفين هي بتتحرك كتير، فانا مش عارفه اتمالك فيها بايد واحده اللي هي بنتش بيها دي، فلازم امسكها بصباعي التاني كده. خلاص هي خلصت، شايفين منظرها عامل ازاي. هثبتها بقى كده بالغيره. هنزلها بس تحت شوية علشان تديني مساحة اكمل عليها بقية شغلي. خلاص كده دي كده اول جزء فيها خلص. ايه هبدأ بقى ان انا دلوقتي اعمل الوش بتاعها. امسك الحتة دي كده وهدورها، اعملها دايرة وهثبتها فوق الجسم ده، يبقى ايه وش الخروف. الحتة اللي مش مظبوطة فوق دي كده كده مش هتبان، يعني ده هيبقى هيبقى جزء كده من تحت. ايه انا عايزة بس الجزء اللي تحت فيه اللي انا بنتشه ده هو اللي هيبان، الباقي كله ده مش هيبان خالص. ايه دي قطعة كده اللي هي لون البشرة، ايه خدت منها جزء صغير خالص وعملته بيضاوي، وهبدأ ان انا اثبته على الوش المدور اللي انا عملته ده، وبعدين هجيب اي حاجة عندي وهعمل فيها نغزة كده في النص، افتحها شوية كده بالطريقة دي. دي اللي هي بديل البق بتاعه، هحط فيها بقى المناخير بتاعته،
حط له كده نقطة خالص، نقطة صغيرة خالص كده لونها ابيض اهو. بعد كده بقى هعمل العيون، العيون بتاعته دي الودان بتاعته انا هحطها. هبدأ بس كده اعملها كده من الجناب، هعمل التانية هي الودن كبيرة شوية، فانا هصغرها حبة. إيه هجيب بقى القطعة البيضة الصغيرة اللي انا جبتها دي، ودي هحطها إيه، هتبقى زي شعر كده من فوق، او بقية الفروة بتاعته إيه من فوق الراس. هقطعها كده بس كده، هقطع منها كمان. كده خلاص اهي، برضو هديها كده انتش فيها زي الفروة بتاعت الجسم. خلاص كده، كده الخروف خلص. هنشوف بقى انا هعمل ايه كمان معاه. إيه هحط له الاول فيونكة، هحطها له فوشيا نفس لون الارضية. هي في كمان حاجة انا يعني انا نسيت اعملها في الفيديو، عملتها بعد الفيديو بس هقول لكم عليها. انا حطيت له يعني رجوجوب خده كمان، حطيت له احمر كده على خدوده شوية علشان يبان ان هو خروف بنت. عمل له بقى دي زي رمشي كده يعني، او جفن يعني، مش فارقة كتير، هي مسحوبة شوية كده لجوه. انا جبت الاخضر تاني وعملت منه عيدان برضو تانية كده، وهبدأ ان انا اثبتها، ودول انا هحط فيهم ورد.
طبعا القطعة دي ممكن تكتبي جنبيه كلام مثلا عيد سعيد، عيد مبارك، أي جملة كده من جمل العيد بتاعتنا دي. ممكن تكتبي اسم، ممكن تكتبي كمان من ورا، يعني لو مش عايز تكتبي قدام ممكن تكتبي ورا. دي الرجل بتاعته انا نسيت اعملها، كنت عملت واحدة ونسيت اوريها لكم في الفيديو بصراحة، فعملت تانية نسيت خالص اعملها، فكده انا عملتها قدامكم اهي. خلاص كده انا هعمل كمان زي ما قلت لكم، هحط ورد وهحط بلالين. هعمل الحبل بتاع البالونات، كده خلاص اهو ثبتت البلالين. هعمل بقى الورد كمان دلوقتي. انا عملت وردتين وهعمل الاتنين التانيين معاكم عشان تشوفوهم. حطي الدايرة صغيرة خالص وبتبدأي ان انتي تعملي لها نغزات كده من الجناب، وبعدين تعملي لها زي خرم في النص كده، وخلاص على كده. دي الوردة بسيطة جدا وسهلة. دي كده خلاص الميدالية بتاعتي كمان التانية خلصت. ده كده شكلها في الاخر كده. طبعا زي ما قلت لكم، عايز تكتبي ورا براحتك جدا اكتبي، عندك مساحة فاضية ممكن تكتبي اللي انت عايزاه فيها ورا. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ويكون الشكلين عجبوكم، الميدالية دي والمجسم بتاع الخروف. طبعا ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وهوريكم شكل الميداليات بعد ما ينشف في الاخر الفيديو. شكرا.